السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا في كورس الداتا ستراكشر عن الستاك. المرة اللي فاتت خدنا أول داتا ستراكشر اللي هو عبارة عن الستاك، وقلنا إن الستاك ده شكله إزاي في الميموري، اللي هو حبة حاجات متأصصة فوق بعضها، زي ما جبنا مثال ستاك أوف بوكس، ستاك أوف بنز، ستاك أوف كوينز، تمام؟ وقلنا ان احنا ما بنيجي بنمثله في البرمجه، لو حضراتكم فاكرين بنمثله ازاي، الستاك الفاضي اللي هو عباره عن one dimension array، صح؟ تمام. وفلاج اسمه توب، اللي هو ايه التوب ده؟ الستاك توب اللي هو قمه الستاك، اللي هو انيشالي ما بيشوش على اي حاجه، بيبقى بكام؟ بماينس 1. ده شكل الداتا ستراكشر في قلب الميموري اللي اسمه ستاك. وكمان ايه اللي خدنا المره اللي فاتت؟ السيت اوف اوبريشنز اللي هي بتشتغل على الستاك ده، وعندنا كام اوبريشن؟ عندنا البوش، صح، وعندنا ايه كمان؟ وعندنا فانكشن تانية اللي اسمها مين؟ البوب. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ بوش بتنزلت او بتاد ايتم تو ذا توب اوف ذا ستاك، والبوب بتريموف ايتم من التوب اوف ايه؟ اوف ذا ستاك. طيب، وكمان اتكلمنا المره اللي فاتت على تو هيلبنج فانكشن از امتي واز فول، اللي هي بتتشيك ينفع قلنا ابوش في ستاك او الستاك ده يكون مليان واصل للماكس سايز ناقص واحد، لا، فلازم اتاكد ان هو ايه از نوت فول، لان لو فول هنقول ذا ستاك از اوفر فلو. نفس الكلام في البوب، العمليه العكسيه اللي هي ريموف، اما اجي ريموف ايتم من الستاك، افرض الستاك كان امتي زي الرسمه اللي قدامنا دي، ينفع ابوب منه حاجه؟ لا، فتشيك ان هو از نوت امتي، مش فاضي، لانه لو فاضي يبقى هعمل هبرنت اوت ديسكريبتيف مسج او اليرت مسج تقول لي ايه ان ذيس ستاك از اندر فلو، تمام. طيب، واخر حاجه اتكلمنا فيها المره اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين الابلكيشنز اون ذا ستاك، قلنا منها حاجات كانت كلير وواضحه بالنسبه لحضراتكم، وفي حاجات تانية قلت ان انا هتكلم عنها ان ديتيلز المحاضره الجايه اللي هي دي. زي ايه؟ قلنا مثلا ان احد اهم تطبيقات الستاك ان هو بيستخدم في اي ويب براوزر، اي ويب براوزر بيبني بيبيلد ان امبيدد ستاك فيه عشان تقدر تعمل فورورد وباكورد، اللي هو موجوده في البوتونز اللي هي البراوزر البراوزنج ديت، اللي هو لما تخش على ويب سايت وبعدين تدخل على واحد تاني وواحد تالت وبعد كده تعمل فورورد وباكورد، هو بيعمل ايه؟ بيبوش ويبوب من الستاك. انذر ابلكيشن الموضوع ده كومبايلر، كومبايلر بتاع اي لانجوج بيبقى فيه امبيدد ستاك، ذا سيم ثينج، اول ما يحصل فانكشن كول في الكود بتاعك بيعمل لي بوش لكل الفاريبلز اللي في المين بروجرام، وبعد كده بيعمل بروسيسنج للفانكشن ديت والكالكوليشنز بتاعتها، ويرجع يبوب تاني لما يخلص شغل على الموديول ده او الفانكشن او البلوك ده، ويرجع تاني للمين يعمل بوبينج للفاريبلز والديتا بتاعته ويجو اهيد ويكمل. طيب، النهارده بقى هنتكلم على انهي ابلكيشن من دول؟ لا، قلنا برضو المرة اللي فاتت احد الابليكيشنز الاكسبريشن، تحديدا البوست فيكس ايفاليويشن، وان انا كونفرت من اكسبريشن لاكسبريشن تاني، وقلت ان الحاجات دي مش هنفهمها دلوقتي وهنفهمها المرة الجاية. اول حاجة في الاجندة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم what is an expression، وهنتكلم على الاكسبريشن ايفاليويشن، بوست فيكس ايفاليويشن، بوست فيكس ايفاليويشن اكزامبل، infix to post fix conversion، infix to post fix example. النهارده المحاضره مهمه لانها تبقى دايركت ابلكيشن على الستاك. هنشتغل الكلام ده حاجتين، مانيوالي يعني حضرتك بايدك هتعمل الكلام ده، التحويلات ديت كانه زي بروبلم سولفنج ان ماس، وعشان تقدر تعمل كودنج للكلام ده وتبنيه تخلي فعلا الستاك بالبروجرامينج هو اللي يعمل العمليات دي كلها، سواء البوست فيكس ايفالويشن او الكونفرجن فور اكزامبل من انفكس تو بوست فيكس اكسبريشن. في البدايه عاوزين نعرف وات از ان اكسبريشن. احنا خدنا الكلام ده قبل كده في البروجرامينج لانجوج، صح؟ صح. اولا خدنا نوعين من الاكسبريشن، عندنا في ماثيماتيكال اكسبريشن وفي لوجيكال اكسبريشن. ماثيماتيكال اكسبريشن واي تعبير رياضي اللي هو set of variables, set of constant and set of mathematical operators. الماثيماتيكال operators دي اللي هي فيها ايه؟ مجموعة السيمبولز دي اللي هي عبارة عن ايه؟ الاديشن، السبتراكشن، مالتيبليكيشن، ديفيجن، مودلس او ريميندر، الباور، للزان، جريتر زان، وايكوال، دي قلنا طبعا ايه؟ اكزامبل مين للوجيكال operators. دي كده الاكسبريشن بتاعنا بيتكون من ايه؟ طيب، هنا بقى واحنا في كي جي 1
او في المراحل التعليميه المختلفه، كل شغلنا في الماس على نوع معين من الاكسبريشن. ايه هو النوع ده؟ هو اول نوع اللي هو مين؟ انفكس اكسبريشن. ايه هو الانفكس اكسبريشن؟ هو اكسبريشن بالشكل ده، اكزامبل a بلس b، مش فاهم حاجه. الاوبريتور اللي هو بقى سواء اديشن او مالتيبليكيشن او ديفيجن او ريميندر او مودولس اي حاجه، بيبقى في النص، ان بتوين. ان بتوين مين؟ ها التو اوبرندز، ماشي؟ فلو عندي اوبرند 1 وبعدين اوبريتور وبعدين اوبرند 2، يبقى ده كده الاكسبريشن اللي احنا اشتغلنا عليه طول حياتنا ودرسناه، اللي هو اسمه ايه؟ انفكس اكسبريشن. الحياه في انواع تانية من الاكسبريشنز، زي ايه؟ زي اللي جنبه ده، بوست فيكس اكسبريشن، او له اسم تاني ريفرس بولش نوتيشن، اللي هو عباره عن ايه؟ الاوبرند الاول، الاوبرند الثاني، وبعد كده اوبريتور، بعد كده مين؟ الاوبريتور. اخر تايب من الاكسبريشن اللي عندنا حاجه اسمها البريفكس اكسبريشن، وله انذر نوتيشن او انذر نيم، اللي هو اسمه بولش نوتيشن. بيبقى الاوبريتور الاول ثم اوبرند 1 ثم اوبرند 2. طيب عشان الناس ما تتلخبطش، يعني هو الاكسبريشن ده انفكس ولا بوست فيكس ولا بريفكس، هو نظرتي لها عشان احدد هو الاوبريتور مكانه فين، الاوبريتور مكانه فين، اللي هو سواء بقى اديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن ديفيجن، لو موجود في النص ان بتوين، فبقى اسم الاكسبريشن ايه؟ انفكس اكسبريشن. ده اللي متعودين عليه. لو عارفين احنا في مقطع في سافكس في اللغه الانجليزيه بري اللي هو قبل، وبوست اللي هو ايه؟ كلمه بعد بان انجلش لانجوج، صح؟ فلما يبقى الاوبريتور جاي بعد الاوبرند، سواء الاوبرند الاولاني او الثاني، بعد افتر او بوست، فاسمه بوست فيكس اكسبريشن. طيب لو جه قبل، هو مين؟ الاوبريتور. قبل احنا كل ده الفوكس علينا هو مين؟ الاوبريتور. موقعه فين؟ الاوبريتور. مكانه فين؟ سوري، الاوبريتور. تمام. فلو في النص بقى انفكس، بعد افتر بوست يبقى بوست ايه؟ فيكس اكسبريشن. قبل بري يبقى بريفكس. هو ده مقياسنا ان انا احكم على الاكسبريشن هو اني نوع من الثلاثه. تمام. في حاجه مهمه جدا درسناها، الا وهي الاكسبريشن ايفالويشن. يعني اكسبريشن ايفالويشن؟ مديك اي ماثيماتيكال اكسبريشن، اعمله ايفالويت، يعني سولف، يعني حله، وات از ذا اوتبوت او وات از ذا اوتكم بتاعه. تمام. طيب طبعا احنا قلنا متعودين جدا على مين؟ على الانفكس، لما يديني a بلس b اهوت زي المثال ده، خلاص، و a بقيمه 1 و b مثلا ب 2، يبقى 1 بلس 2 يبقى 3، يبقى الايفالويشن بتاع الاكسبريشن ده كام؟ 3. وده مين؟ الانفكس اكسبريشن. طب وات اباوت اللي يحصل لو جالك بلس اي بي ويقول لك ايفالويت الاكسبريشن ده؟ طبعا بلس اي بي ده احنا اتفقنا ايه؟ او اللي هو الاوبريتور قبل ولا بعد؟ قبل. قبل ده يعني بري، يبقى بري فيكس. هنا الاكسبريشن ده نوع ايه؟ ما نبصش على الكلمه، هو الاوبريتور فين مكانه؟ اهو بعد، يبقى ايه؟ بوست فيكس. قال لك ايفالويت لي ده، هتعرف تايفالويت؟ لو الدنيا سيمبل نيوميك فاليوز هتبقى بسيطه، يعني رقمين او كده، لكن لو كان اكسبريشن كبير هتعرف تيفاليويت الكلام ده؟ ويا سلام بقى، هتعرف تعمل ابلكيشن بيسولف الكلام ده، يعني الكمبيوتر بروجرام بيعمل الكلام ده؟ فطبعا دي ايه؟ حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نشتغلها مانيوالي الاول، وبعد كده ايه نعملها، يعني نشوف ازاي نبرمج الكلام ده كبروجرام. طيب هنا بيقول لك ايه؟ احنا معانا basic 5 operations اساسيين: addition, subtraction, multiplication, division and exponential، اللي هو الباور او الاس. طيب الفيرست 4 دول اوريدي موجودين في C++، في البيزك اوبريشن اللي هو الجمع والضرب والطرح والاسم. الفيفث اللي هو الاكسبوننت ده هنمثله باوبريتور اللي هي الايه؟ اللي هو عندك على الكيبورد على شيفت مع كي 6، كي 6 اللي هو تحت الفانكشن كي. تمام. فلما يقول a to raised to the power b، يعني ايه اس b؟ المثال اهو 3 to the power 2 يعني كام؟ 9. عشان اللي مش فاهمين يعني ايه الاكسبوننت او الباور. طيب عشان بقى اجيب to get the value او evaluate اللي احنا بنتكلم فيه التايتل اكسبريشن evaluation of any expression سواء infix او بوست او prefix، لازم you have to know، ودي حاجه مهمه، the priority او البريزيدنس بتاع كل اوبريتور في قلب الاكسبريشن.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا ترى مين اللي يتنفذ الاول، الاديشن تتنفذ ولا السبتراكشن ولا الستار والديفيجن هما اللي لهم اعلى بريوتي ولا ايه بالظبط؟ طيب جدول او التيبل بتاع البريوتي او مين اللي له الهايست بريوتي ومين اللي له لوست بريوتي، دي حاجه ملهاش دعوه بالبروجرامنج ولا بالديتا ستراكشر، دي حاجه خاصه بمين؟ ها، بالماس. فالتيبل ده بيوضح لي او بيلخص لي القصه دي كلها. الهايست بريسيدنس او الهايست بريوتي هو البرانسيس، الاقواس بانواعها. يعني ايه الكلام ده؟ اي حاجه جوه الاقواس لازم تتنفذ الاول. واضحه المعلومه دي؟ في الليفل اللي تحت كده الاكسبوننشال والبلس والماينس از بوزيتيف ونيجاتيف ساين، اللي هو يعني الباور اللي هو 2 تو ذا باور 3 يبقى تتنفذ، ولو في ماينس اللي هو يوناري نيجيشن او بوزيتيف نيجيشن بتاع ده يوناري بوزيتيف ساين. في الليفل اللي بعد منهم على طول المالتيبليكيشن والديفيجن والريميندر او اللي اسمه المودولس، وفي الليفل الاخير خالص اللي هو الاديشن والسبتراكشن. طيب ايه اللي يحصل لو عندي في اكسبريشن اكتر من اوبريتور لهم نفس الرانك؟ يعني في اكسبريشن في اديشن وسبتراكشن، في اكسبريشن تاني في ستار اللي هو مالتيبليكيشن وديفيجن، انفذ مين فيهم الاول؟ الاثنين نفس الرتبه او نفس الرانك، التنفيذ بتاعنا ساعتها البريوتي فروم ليفت تو رايت، من الشمال لليمين، لزر الاول. تمام. ناخد حاجه ظريفه قوي، اكسبريشن ايفالويشن. تمام. ازاي لما يبقى عندي اكسبريشن اعمل له ايه ايفالويشن؟ قلنا خطوه اساسيه لازم اكون عارف مين البريستنس الاول. يعني ايه الكلام ده؟ اللي هو مين الجدول اللي احنا قلناه عشان اعرف مين اللي يتنفذ قبل مين. لما يديني اكسبريشن زي ده a بلس b ستار c، خلاص ماشي، المطلوب بيقول له ايه؟ ري رايت الاكسبريشن ده ان بوست فيكس اكسبريشن، او بمعنى اصح ده يا جماعه الاكسبريشن ده نوع ايه؟ انفكس ولا بوست فيكس ولا بري فيكس؟ واحد يقول لك بوست بري، ما تتسرعش عشان اقدر احدد ابص على الاوبريتور هي مكانها فين. ده ان بتوين ان يبقى ده انفكس، ده اللي احنا متعودين عليه. المطلوب تحويل الانفكس اكسبريشن ده لبوست فيكس اكسبريشن. هنعمل الكلام ده مانيوالي؟ والاكسبريشن ايه نحفظه؟ a بلس b ستار c، a بلس b ستار c، a بلس b ستار c، ده انفكس المطلوب تحويله او اجيب مين؟ البوست فيكس. بعد اذن حضراتكم ورقه وقلم عشان نشتغل الكلام ده مع بعض. A بلس B ستار C، هبص اول حاجه على الاوبريتور. في اوبريتور من دول له اعلى بريستنس من التاني، البلس والستار، طبقا للتيبل بتاع البريوتي الستار. طيب حط الاكسبريشن اللي هي اعلى بريوتي جوه اقواس والباقي زي ما هو. يعني ايه؟ تنزل بلس حط اقواس بي ستار سي. ليه حطيناها جوه الاقواس؟ عشان كاني بقول هو ده اللي هيتنفذ مين الاول. طيب بعد كده تاني ستيب خد بالك ما اقدرش اعمل اكتر من خطوه في وقت واحد. اللي جوه الاقواس حوله، ابص انا عايز احوله لمين؟ لبوست فيكس، حوله لبوست فيكس اكسبريشن والباقي ينزل زي ما هو. يعني ايه تنزل؟ البلس تنزل اللي جوه الاقواس بي ستار سي، ها تتحول لبوست فيكس اكسبريشن. يعني ايه بوست؟ يعني الاوبريتور قبل ولا بعد؟ بعد. وراعي الترتيب، بي زر الاول يبقى اول اوبراند ينزل الاول، بعد كده مين؟ الستار، لا السي تاني اوبراند ينزل الاول، تاني واحد، وفي الاخر خالص مين؟ الاوبريتور اللي هو مين؟ ستار. خلاص. طيب ثم ايه بعد كده اللي هيحصل؟ هنشيل الاكسبريشن ده باقواسه ونحط اي سيمبل تاني مش موجود هنا، سي زد، خلاص وانزل يبقى ايه؟ بلس زد، ماشي. ثم ده كده احوله لبوست فيكس، هيبقى شكله عامل ازاي؟ وحافظ على الترتيب، ازهر الاول يبقى تنزل، ده الاوبراند الاولاني، ده الاوبراند التاني، وبعد كده البلس تنزل. خلاص كده انا خلصت؟ لا، زد بقى سبستيتيوت بمين؟ باللي انت شلته مكانها بنفس ترتيب ظهور، يبقى ايه؟ تنزل الاول، ها اللي جوه الاقواس بقى اشيل الاقواس واحط اللي جوه بي سي والستار لانها تبعهم، وبعد كده في الاخر خالص مين؟ البلس. هو ده كده يا شباب، ها البوست فيكس اكسبريشن. اي بي سي ستار بلس، هو ده.
متخيل؟ طيب لو نفس المثال ده عاوزين نحوله لبريفكس اكسبريشن هنعمل ايه؟ نفس الخطوات، نكتبه هنا على نظافة a plus b star c. اسأل نفسي البلس والستار مين الاعلى بريوتي فيهم؟ البي ستار سي، يبقى تنزل ها احط اقواس. طيب تاني حاجة انا عايز ايه؟ احول اللي جوه الاقواس لي مش بوست فيكس بقى، احنا عاوزين مين يا شباب؟ البري فيكس، يبقى جوه الاقواس يبقى ليه هتنزل زي ما هي البلس زي ما هي، جوه الاقواس هو اللي يبقى بري فيكس. اول اوبراند ينزل الاول هو البي، بعد كده مين؟ البري فيكس. سوري شفتوا بقى اول حاجة هتنزل مين؟ الاوبريتور ثم الاوبراند الاولاني ثم مين؟ التاني. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هسبستيتيوت بالاكسبريشن ده بفاريبل بسيمبل مش موجود، يبقى ايه؟ بلس زد. تمام، ثم احول ده لمين؟ لبريفكس. بريفكس يعني البلس الاول ثم الايه ثم مين؟ الزد. بعد كده اسبستيتيوت بالزد ده اشيله واحطه، يبقى انزل بالبلس انزل بالايه الزد بترتيب، يعني ستار بي سي. ده كده مين؟ ده البريفكس اكسبريشن. المثال ده بيوضح لنا حاجة مهمة سواء ده او ده. ايه هو الحاجة المهمة دي؟ مش معنى بريفكس اكسبريشن يبقى حضرتك مستني كل الاوبريتور على الشمال وبعدين الاوبرن، كلام ده غير صحيح، ده غلط، او بدليل ان في حاجات في النص. معايا ولا مش معايا؟ فهمنا كده؟ طبعا يا ريت الناس تدرب نفسها مانيوالي الكلام ده تعمله ازاي بالورقة او القلم كده تشتغل الكلام ده. طيب ماشي معايا ولا مش معايا؟ طب واحد شك في اجابته، يعني ما يمكن ده الصح مش ده، نمسك ده عاوز اتاكد ده امتى يبقى صح؟ لو عرفت ارده للاصل، الاصل بتاعه. ماشي خلاص، ازاي؟ بلس ايه معايا هتنزل زي ما ماشي. ده بقى لو مين ستار بي سي ده نحوله الانفكس اللي جوه القوس، يبقى ايه؟ سوري بي ستار سي. بعد كده ده argument وده argument ما بينهم بلس، يعني ايه؟ بلس بي ستار سي. هو ده هو نفس الاكسبريشن الاصلي. يبقى التحويله دي سليمه سليمه. تمام. طيب لو جبنا التانية اللي احنا هبلناها اللي هو البلس ستار خلاص اي بي سي وبنقول هو ده البريفكس، نشوف كده. هنمسك البلس وبعدين مين؟ الستار. الستار بتطبق على ايه؟ هاخد اول اتنين ارجومنت بعد الستار، يعني في هنا ايه ستار بي وبعدين اللي يطلع بجمعه على سي، يعني سي زائد ايه ستار بي. يا ترى هو ده الاكسبريشن الاصلي؟ ده ايه وبي هما المجموعين على بعض وبعد كده ستار سي، هو ده طبعا يبقى ده غلط. تمام. ده نفس المثال اللي فات اهو، بس بعد ما حولناه اهوت دي الخطوات، الخطوات اهوت بالظبط اللي هو ببتدي اكتب نفس الاكسبريشن ده واغيره لحد ما اوصل لمين؟ لشكل البوست فيكس. دي مجموعه من الاكسبريشن الناس ممكن تدرب نفسها ازاي تحول ده الانفكس اكسبريشن وان ده الانفكس اكسبريشن. هات لي مين البوست فيكس بتاعه، هات لي مين البريفكس ايه طبعا هو ده هو ده. ايه ده، يا ريت الناس تضرب نفسها مانيوالي تعمل الكلام ده بايدها. نيجي بقى لاول حاجه بجد، بوست فيكس ايفالويشن. يعني ايه بوست فيكس ايفالويشن؟ يعني انا معايا اكسبريشن بوست فيكس بلس 5 6 بلس، اما اقول لك ايفالويت ده اكسبريشن نوع ايه؟ بري ولا بوست ولا ايه؟ فين الاوبريتور؟ على اليمين، ده بوست فيكس. طيب حلو قوي، بقول لك ايفالويت الاكسبريشن ده يعني احسبه، ف5 و6 وما بينهم بلس يعني كام؟ 11 صح؟ عظيم. طيب هو ده اللي احنا عاوزين نبرمجه او نكوده باستخدام مين؟ الستاك. باستخدام مين؟ الستاك. طيب ده يتعمل ازاي؟ يعني انا المفروض هقرا اكسبريشن في ارقام 5 6 7 8 2 1
وفي اوبريتور صح، والمفروض ان انا احسب قيمة ده كام باستخدام الستاك. هو ده الابليكيشن اللي هو اول حاجة اللي هو اسمه بوست فيكس ايفاليويشن. بالمنطق والعقل كده انت اما تمشي على اكسبريشن زي ده ايه اللي هتلاقيه؟ ها حد يرد عليا؟ يا ارقام 5 6 7 8 يا اوبريتورز. في احتمالات اخرى؟ ها في حاجة تانية؟ لا. وانا بقول لك عشان تعرف تحسب الكلام ده صح تستخدم مين؟ الستاك. يبقى هتقول لي الستاك اللي هعمله حاجة من الاتنين، يا هبش فيه الارقام الستة السبعة التمانية، يا هبش فيه مين؟ الاوبريتورز. لكن ما ينفعش احط الاتنين دول على بعض. ليه؟ لان انا ما عنديش ستاك مشكل 2 كيلو حلاوة المولد. الستاك بتاعي الايتمز اللي فيه كلها اوف ذا سيم داتا تايب. ليه احنا نسينا الستاك؟ لا ما نسيناهوش، وعبارة عن اري اري حلو، وايه وفلاج اسمه ايه طوب. والاري ان جنرال ما جينا نعرفه a collection of data of the same data type، مجموعه من الداتا نفس النوع. فالخلاصه يا تخليه الاري ده مثلا انتجرز يبقى انت كده هتبش فيه الارقام، يا تخليه كاركترز فهتبش فيه السيمبلز. لكن ما ينفعش تبش وتبوب منه الاثنين ايه مع بعض. واضحه الفاكت دي او الرول دي؟ ليه؟ دي هتساعدنا في فهم الالجوريزم بتاع البوست فيكس. الحقيقه انا ما بطلبش منك انك تكريت المستحيل، اللي هو تفكر ازاي ده بيحصل. اوريدي الناس فكرت وعندها سوليوشن انها تعمل مين الكلام ده. تمام خلاص. طيب ازاي بقى الكلام ده؟ بص كده، بص كده، دي الالجوريزم بتاعه. اول خطوه فيه ريد اول سيمبلز 1 باي 1، هتقرا طبعا هو بيتكلم بشكل عام السيمبلز دي سواء ارقام او ايه او اوبريتورز او اوبريتورز ده السيمبل اللي هو ايه كأنه كاركتر كاركتر، يا يلعب الواحد يا خمسة يا سبعة يا تمانية يا بلس يا ستار يا ديفيجن زي ما هو النصيب. طيب مين اللي فين؟ فروم ليفت تو رايت. ان ذا جيفن بوست فيكس اكسبريشن، انا جبت لك اهو اكسبريشن من دول خلاص اهو، ناخد حاجة خمسة ستة بلس، هقرا من الشمال لليمين خلاص. أول واحد إيه؟ خمسة، اتشكلي عليه هو ده از ديجيت، يعني ايه ديجيت؟ ده رقم مش حرف. ايوه هو ده اللي هبشه في الليستات خمسة. طيب هقرا مين اللي بعده؟ ستة. ستة دي از ديجيت؟ ايوه بوش في الليستات. الله 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 الله، يعني كل ما قابل رقم اعمل له بوشنج في الليستاك. يبقى الليستاك ده هيبقى ايه؟ هيبقى نوع انتجر. ماشي. لقيت سيمبل بقى مش ديجيت، ده اوبريتور صح؟ ممكن يبقى اديشن، ممكن يبقى سبتراكشن، ممكن يبقى مالتيبليكيشن، ممكن يبقى ديفيجن. هسويتش عليه على حسب الاوبريتور ده، هسويتش على مين؟ عليه هو انت بلس او انت سبتراكشن او انت مالتيبليكيشن ديفيجن. الاوبريتورز دي كلها يا شباب طبقا للماس يوناري ولا باينري؟ لا باينري. يعني ايه باينري؟ محتاجه الرقمين عشان تتطبق عليه. هيقوم اول ما يلاقي سيمبل من دول لو اديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن هيعمل ايه؟ هياخد غطس في الستاك ويعمل ايه؟ بوبتين، بوب مره وبوب مره تانية. واضحه المعلومه دي؟ ثم هيقول الفاليو القيمه بتساوي ها اوبراند الاولاني اللي هو بوب من الستاك مره حلو بلس على حسب بس وتشايه البوبه التانية خلاص. يحصل ايه؟ يطبق ده هنا بوب الستة وده عمل بوب المين الخمس، يجمع او يطرح او يقسم على حسب السيمبل اللي هنا ما بين الترين اوبرند دول، ويحط الريزلت في مين؟ في فاليو او حتى ريزلت وات ايفر الاسم بتاعه. خمسة وستة كام؟ 11. الناتج فاليو ولا سيمبل؟ يعني فاليو ولا اوبريتور؟ لا فاليو. الفاليو بنعمل فيها يا شباب؟ هنبش في الستاك. وصلت؟ يعني هبش الريزلت بعد كده اللي هو 11 فين؟ في الستاك، وطبعا عندي الطب هنا خلاص. طيب ارجع تاني الاكسبريشن بتاعي، مش بمشي يعني خطوه خطوه. ها في بعد البلس حاجه؟ لا. في بعد البلس حاجه؟ لا. فاذا ده كان بنال او اللي هو الترمينيشن بتاع السترنج دي يعني ايمتي خلاص فضي، يبقى هعمل ايه؟ هعمل ريتيرن للقيمه دي، ريتيرن للقيمه دي يعني البوب
هعمل بوباية، البوباية الأخيرة دي هي دي اللي فيها مين؟ الفاينل ريزلت. تمام؟ يبقى كده تستنتج ايه؟ لو الدنيا تمام وكلير، الاوبريتورز متظبطه مع الاوبرند، مفيش فيها زياده ولا نقص، مش هبل يعني، الاكسبريشن محطوط كده، يبقى الناتج النهائي هيتصفى او هيتبقى فين في الاستاك. عاوز اجيبه بقى، بعمل له بوب. فهمنا ازاي البوست فيكس ايفاليويشن ده بيتم باستخدام الاستاك. فانا كده كده وانا رافع ايدي هبني ستاك بالاوبريشنز بتاعته، البوش والبوب والازمتي والاسفول طبعا. تمام؟ طيب وبعدين الكود بتاع الالجوريزم ان هيجي لي اكسبريشن، اكسبريشن ده ايه؟ بوست فيكس، اكسبريشن بوست فيكس فين؟ 5 6 بلس، همشي عليه من الشمال ليمين، كاركتر كاركتر او رقم رقم، واتشيك هو انت از ديجيت انت رقم بوش في الستاك. بعد كده اقرا اللي بعد 6، هو انت رقم بوش في الستاك، هو انت سيمبل سيمبل ده اللي هو اوبريتور، هسويتش عليه، انت اديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن ديفيجن ايه والله ايه بالظبط. ثم هعمل اتنين بوب، ليه؟ ما هو اي اوبريتور ده باينري، يعني بيتطبق على اتنين ايه؟ اوبرن. لما بعمل اتنين بوب هابلاي الاوبريتور ده، سواء بقى اديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن، الناتج ايه؟ الفاليو اللي ناتجه فاليو ولا اوبريتور؟ اكيد فاليو. الفاليو ايه مصيرها؟ الرقم، ما يبقى معانا رقم بنعمل له ايه؟ بوشنج في الستاك، هبوش. في فاليوز تانية او اكسبريشن تانية، انا وصلت للفاينل او وصلت للفاينل، خلاص يبقى ايه اخر قيمة عندي اللي في الستاك هعمل لها ريتيرن، وهو ده يبقى الريزلت بتاع مين؟ الاكسبريشن البوست فيكس ده. هو ده يا جماعة الالجوريزم اللي هنا بيتشرح في الخطوات دي اهي. اهو بص بص، اوبن ستاك ده اسم الستاك بتاعي، ده اللي هو بقى الالجوريزم نفسه، ده امتي ستاك يبقى فاضي. ثم بعد كده اعمل ايه؟ هو النوت اند اوف ذا انبوت، طول ما ال اند اوف ذا انبوت ده البوست فيكس اكسبريشن اللي هو كام؟ 5 6 بلس. طول ما في كاركترز هنا اعمل ايه بقى؟ بيعرف سيمبل خلاص ويقرا النكست كاركتر، قرا اول واحد 5، بعد كده يتشيك على الخمسه دي. هحط لك هنا قدام يا 5 انت اوبرند اوبرند بوش في الستاك، هاي بوش السيمبل حط. طيب إلس لا ده انت مش اوبرند ده انت اوبريتور، هاي بوش في الستاك، ما ينفعش. امال هيعمل ايه؟ بص اوبرند 2 بتساوي بوب من الستاك، وبعدين اوبرند 1 بوب من الستاك، وبعد كده الفاليو هي عباره عن الريزلت اوف ابلاينج، ان اطبق بقى السيمبل ده على اوبرند 1 و2، يعني السيمبل ده طلع اديشن اجمعهم، سبتراكشن اطرحهم، ديفيجن اقسمهم، اند سو اون. هيطلع ايه؟ فاليو قيمه، يعمل ايه؟ بوش الاوبرند ستاك فاليو. فهنا 5 و6 خلاص حصل لهم بوشنج. بعد كده اول ما لقى مين؟ البلس، عمل ايه؟ بوب بوب. فبقى هنا ده 6 وده كام؟ 5. هنا يابلاي اللي هو كام؟ 6 زائد 5 اللي هو 11، فالستاك ما يعمل له بوش لل 11، ما بقاش فيه غير ايه؟ غير قيمه واحده. في انبوت تاني في الاكسبريشن ده؟ لا مفيش، هو 5 6 بلس. هيخرج من اللوب، هيخرج من اللوب يلاقي ريتير بوب اوبن ذا ستاك، رجع لي اعمل لي بوب من اللي في الستاك اللي هو يرتين كام؟ 11. ايه 11 ده؟ هو ده يا جماعه الايفالويشن بتاع البوست فيكس اكسبريشن، او ده النتيجه بتاعته. شفتوا الالجوريزم سهل وبسيط ازاي باستخدام الستاك؟ ايوه تمام. ده مثال لايف يعني بالارقام اللي هو تريسنج، يعني سهل وظريف تمام، اللي هو ازاي بتعمل حاجه زي كده فين؟ في الستاك. ده ممكن سؤال ده زي يجي في الامتحان ان انت تتريس، اديك اكسبريشن زي ده، انا يعني ممكن اسالك اكتب لي الكود اللي هو بيحول من بوست فيكس بيعمل ايفالويت لبوست فيكس اكسبريشن، كود مش الجوريزم. او ممكن اقول لك ايه التريس، تريس ده يعني تتبع لي او فولو اب اكسبريشن زي ده ازاي بيتنفذ او بيتيفالويت باستخدام الستاك. فهتبص ده بوست فيكس اكسبريشن، فهتقوم بقى ايه بالرسم، فاهم؟ بالرسم يعني اول مره شوف انا عامله هنا في تيبل طبعا عشان مساحه السلايد، بس ده باكد تاني ايه ده اللي هو ده هنا كده المفروض ما يبقاش كده. بص امال يبقى شكله ازاي؟ ارسمه. حاضر سنة. هتقوم عامل لي ستاك كده وتقوم حاطط لي كام؟ الست ده كده اللي هو الحاله التانيه دي تبقى ايه؟ 6 وفيها كام؟ 2. الحاله التالته 6 وفوقيها 2 وفيها كام؟ 3.
تلاتة طبعا لازم تعمل لينا كده الطب اهم حاجة، ما كده مش ستايك كده بقى وان دايمنشن اغي الطب. تمام، بص كده على الاكسبريشن ده، 6 2 3 بلس ماينس 3 8 2 سلاش بلس ستار. طبعا انا حاطط لك المسافات عشان ما تقوليش ايه هو الرقم ده على بعض 623 ده اول اول اوبرن، لا حاطط سبيس اهو كسبريتو ان ده رقم وده رقم وده رقم وهكذا. فاول حاجه طبقا للالجوريزم انا ماشي من الشمال لليمين، 6 ده رقم ولا اوبريتو ده رقم، بوش في الستاك يبقى تقوم راسم لي رسمه الستاك الاولاني. طيب بعد كده 2 يبقى ايه مصيره، بوش في الستاك يبقى 6 وفيها 2. طبعا انا السلايد مش هتكفي معايا ان انا اعمل ستاك كده، فعملت لهم ايه بالعرض كاني منايم الستاك، كان الستاك بتاعي كده نايم، فاهمين حاجه؟ طبعا ده يعني وحش في الرسم، لكن انت في الامتحان ما تعمليش العمله السوداء دي، توقف لي الستاك وتحط لي السته فوق الاثنين عشان انا ابقى متخيل ستاك بجد انه حاجات مرصوصه ايه فوق بعضها. ماشي تمام. طيب بعد كده لقى مين البلس بعد ما عمل بوش لستة اتنين تلاتة، هيعمل ايه؟ هياخد اخر اتنين من على الوش اللي هو مين؟ التلاتة والاتنين، ويطبق عليهم البلس. تلاتة واتنين كام؟ خمسة. فعمل ايه؟ حسب الفاليو اللي هي خمسة وعمل بوش له، فبقى شكل الاستاك عندي دلوقتي كام؟ مرسمه لي كده، ستة خمسة. وما تنساش الطب، مهم جدا مهم جدا، خلاص. وتفضل كده كده تبش وتبوب تبش وتبوب لحد في الاخر خالص ما يبقى زي ما حضرتك شايف ريزلت واحده اللي هي ايه 52 اللي هي 52، وده طبعا عليها الطب بتاع الستاك بيشاور عليها، هي دي الايفاليوشن بتاع ايه اكسبريشن زي ده. ده بقى اكزامبل اهو التاني اهو لايف بالشكل اللي بقول لك عليه اللي هو انيش، ده البوست فيكس اكسبريشن 5 3 بلس 8 2 ماينس ستار، ده بوست فيكس اكسبريشن. ايوه لان الاوبريتورز كلها فين؟ على اليمين على الرايت هاند سايد. انيشيالي الستاك از امتي ناثينج بيحصل. بعد كده هعمل ايه؟ هريد او هقرا من الشمال لليمين لليمين، سوري هقرا منين؟ من الشمال لليمين الاكسبريشن ده كده. اول حاجه قابلتها ايه؟ خمسه او كانه اغيه هو شايف برسمه لك اهو. اول حاجه ايه؟ خمسه. خمسة ده از اوبند ولا از اوفو؟ اه يبقى بوش في الستاك، عمل شايف كتب ايه؟ بوش خمسة وحط خمسة فعلا. بس انا ناقص حاجة وحشة في العيب في الرسمة دي، انه لازم برضه يعمل لي ايه؟ ان ده الطب. ماشي؟ طيب بعد كده لقى مين؟ ها؟ تلاتة. لقى ايه؟ تلاتة. طبعا مش معنى بقول لك تريس الكلام ده تقوم حاطط لي في رسمة واحدة، لا، ما هو اتا تايم الستاك ما بيعملش كل الاوبريشنز دي على بعضها. هتلاقي رسمة تانية، بص اهي شفت رسم الستاك تاني خمسة وبعدين ايه عمل بوش للتلاتة، برضه هو نسي هنا يحط لي مين؟ طب عشان كده ده بقى وان دايمنشن اغري كده، ده بقى ستاك خلاص. اوكي اللي بعد بعد كده لقى مين؟ بلاس. بلاس ده يعني اوبريتو، بقى الفاليو 1 او اوبراند 1 بوب، فاليو 2 بوب، بعد كده الريزلت فاليو 2 بلس فاليو 1 اللي هو كام؟ 5 و3 8. عمل ايه بقى؟ بوش الريزلت اللي هو بوش كام؟ 8. وبرضه هنا نسي يحط مين؟ الطب، انت ما تنساهاش. تمام؟ وهكذا. بعد كده هيكمل لسه. هيلاقي فيه ايه تاني؟ ها؟ 8. هيعمل ايه؟ هو عمال ما تنساش هو بيمشي عليهم فروم ليفت تو رايت. يعمل لها بوش فبقى 8 فوقيها كام؟ 8. وهنا نسي برضه يحط مين؟ الطب، لكن احنا مش ناسيين، احنا فاهمين مش حافظين. بعد التمانية كام؟ لقى اتنين حطها. تمام، عمل لها بوش يبقى تمانية تمانية اتنين، ويبقى هنا ايه؟ الطب. تمام. طيب وبعدين لقى ايه؟ ماينس. عمل فاليو وان بوب فاليو تو بوب، فعمل بوبين اللي هو كام؟ اخر حاجة اللي هو كام؟ تمانية واتنين، يعني شال ده وشال ده. نه 8 ناقص 2 كام؟ 6. عمل ايه بقى بعد كده؟ عمل بوشنج للست، فبقى في 8 وفيها كام؟ 6. وهنا برضو ما ننساش مين؟ الطب. بعد كده ايه؟ حط الاتنين وابتدى بقى ايه؟ يعمل ماينس يطرح وبعد كده يطبق لحد ما في الاخر ريزلت او الفاينل ريزلت اند اوف ذا اكسبريشن ما فيش حاجة، يبقى الفاينل ريزلت 48 يعمل لها ريتير. طيب
ده طبعا فيديو فايل او انيميشن فايل زي البوست فوكس اكسبريشن بتيفالويت، طبعا مش هينفع نشغله دلوقتي. اكسبريشن كونفرجن يبقى اول تطبيق خدناه دلوقتي تبع الستاك، اللي هو ما يبقى عندي بوست فيكس اكسبريشن ويقول لي ايفالويت الاكسبريشن ده، يعني احسب لي قيمته. فهمنا ازاي نعمله مانيوالي، ازاي نتريسه بالكلام ده بالرسم، ممكن اجيب لك سؤال في ده، او حتى الكود بتاعه سهل وبسيط، تمام، اقدر اعمله بسهوله بعد ما فهمت الكودنج بتاعه، موجود في الكتاب اللي انا قلت لحضراتكم في مقدمه البرزنتيشن الكود بتاعه. المهم نفهم ايه الاكسبريشن كونفرجن. لازم تعرف الكونفرجن ده هيبقى معاك الجيفن انفكس، ويقول لك هيتحول لبوست فيكس، هيتحول لمين؟ لبريفكس، تمام. طبعا لازم تفهم الكلام ده ازاي تعمله مانوال، واحنا عملنا تريننج عليه في الاول لما خدنا ازاي على البورد الوايت بورد اكسبريشن زي ده تحوله من انفكس البوست لبوست فيكس، او من انفكس لمين؟ لبريفكس، اللي هو اول خطوه تشوف البريوتي. يعني هنا في اكسبريشن زي ده كده، او اي بلس بي ستار سي، مين اعلى بريوتي يا شباب؟ واحد يقول لك ده، يبقى احطه ما بين ايه؟ الاقواس. ثم لو انا بحول لبوست فيكس في الخطوه اللي بعدها هعمل ايه؟ بوست، يبقى بي سي ستار، يبقى هنا. طب لو بحول لبري يبقى ستار بي سي، ثم بعد كده اعمل ايه؟ اشيل ده واحط مكانه مين؟ زد. سيمبل تاني، اشيل ده واحط مكانه مين؟ زد. يبقى هنا A بلس زد، هنا A بلس زد. بعد كده ايه؟ احول. احول يعني ايه؟ لو انا بوست فيكس يبقى هنا ده يبقى ايه؟ A زد بلس، لكن لو ده يبقى ايه؟ بلس A زد. وبعد كده ايه؟ اشيل زد بقى دي واعوض عنها بمين؟ باللي فوق ده. اشيل زد بقى دي اعوض عنها بنفس الترتيب، يعني بلس A ستار بي سي، ما جودش برضه هنا ايه وبلس ما بينهم اللي جوه زد، يعني ايه؟ يعني ايه بي سي ستار وبعد كده ايه بلس. وده اتدربنا عليه كويس قوي المانيوال. طيب انا ممكن اخلي كمبيوتر بروجرام يعمل الكلام ده؟ ايه المطلوب؟ عاوز اعمل كمبيوتر بروجرام طبعا باستخدام الستاك يحولي من انفكس اكسبريشن لمين؟ لبوست فيكس. ايه الانفكس ده؟ او نفتكر مع بعض، يعني الاوبريتور فين؟ في النص، ده الانفكس. ايه البوست فيكس؟ يعني الاوبريتور فين؟ بعد، افتر، بوست، تمام. طيب ده برضو الحياة، ده الجوريزم سهل وبسيط نقدر نفهمه بسهولة. هنا بيدينا مثال مانيوال اهوت، ازاي تحول اكسبريشن اللي فوق ده، ده اهو كده، ده اللي هو انفكس وبوست فيكس، ماشي. دي خطوة خطوة عمال يعملها اهوت. حضرتك تقدر تعمل الكلام ده مانيوالي بسهولة. احنا دلوقتي في الصدد الالجوريزم ده بيتعمل ازاي، هو ده الالجوريزم. طيب ببساطة قبل ما نشوف الستيبس بتاعته نمسك تاني. المرة دي فرق، يعني المرة اللي فاتت ان انا مش هيديني، واحنا عاوزين نحول ايه تاني معلش؟ من انفكس لمين؟ ها؟ من انفكس لبوست، من انفكس لبوست، ماشي. يعني ايه بلس بي؟ ده الانبوت بتاعي، المطلوب هيبقى مين؟ ايه بي بلس. خد بالك فرق ده عن المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كنت بجيب فاليو قيمة 5 10 50، لان ما بحطش سيمبلز، ما بحطش ايه سيمبلز، ده اي بي سي او كده، كان بيديني اكسبريشن زي ده 5 6 بلس، ده بوست فيكس اكسبريشن، يقول لي ايفالويت ده، يبقى تقول له كام؟ 11، تمام. لكن المره دي مديني سيمبلز بس في صوره انفكس، مطلوب احول نفس السيمبلز دي لمين؟ لبوست فيكس. الكلام اللي كنت بتعمله بايدك بالورقه والقلم واتدربنا عليه في اول المحاضره، ده المفروض تعمل كمبيوتر بروجرام بيعمل الكلام ده. طب عشان يعمل الكلام ده يبقى انت هيبقى معاك انفكس اكسبريشن، والاوتبوت بتاعك اكسبريشن تاني اللي هو ايه؟ بوست فيكس اكسبريشن. ده عشان يحصل، يحصل ازاي؟ ذا سيم ثينج باستخدام ستاك، انا معيش غير ستاك واحد، صح؟ صح، تمام. هبش فيه او ابوب منه نوع واحد، ايه هو النوع واحد؟ الخلاصه يا الايز
والبيز والسيز والديز يلقوا بريتو بلس ما البلس والستار والمالتبليكيشن والديفيجن. يا ترى هيحصل ايه؟ فواحد يقول لك ايه خلاص يبقى زي المره اللي فاتت، احنا كنا المره اللي فاتت بنحط الخمسه والسته بنبشها، يبقى المره دي هن ايه هنحط الاي والبي والسي. اقول له لا، المره دي اللي هيحصل بوشنج الستاك هي الاوبريتور. ايه ده؟ يعني الستاك وانا بعرف الاريه اللي اسمه ايتمز فيه مش هيبقى انتجر، ها، زي البوست فيكس او الستاك العادي، ده هيبقى النوع كاركتر. لان هيتبش فيه اوبريتور، يا اديشن يا مالتبليكيشن يا ديفيجن يا من. الله الله الله. طب والاي بي سي والحاجات دي وانا بتمشى عليها، اما تلاقيها هيقول لك موفها او حطها على طول في البوست فيكس اكسبريشن. وصلت تاني؟ يبقى هو ده الالجوريزم بمنتهى البساطه، منتهى الفكره. طبعا مش تفصيل، انا بشرحه بايه باختصار، او الفكره العامه، الفكره العامه مش تفصيل. تاني يبقى معاك اكسبريشن اي بي سي دي، طبعا هنا بلس هنا ستار هنا سلاب، هكتبه بصوره اوضح. تمام، معاك اكسبريشن اي انفكس اي بلس بي ستار سي سلاش دي، خلاص هتمشي عليه من الشمال لليمين، ومعاك الستاك. خلاص ده ايه انفكس، ده اللي انت معاك هتقرا كاركتر كاركتر، اهو 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 اهو. والمطلوب انك تكون تحت ها 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 البوست بتاعه بوست فيكس. لو حصل ده يبقى انت قدرت تتحول من انفكس لمين؟ لبوست فيكس. طب ده عشان يحصل اعمل ايه؟ هنعمل كالعاده. ايه كالعاده دي؟ ثانيه واحده، هنمشي من الشمال لليمين، من الشمال فروم ليفت تو رايت. قابلنا مين؟ كاركتر ولا اوبريتور؟ كاركتر. اي كاركتر هتنزل فيه في الاسترنجيه في مكانها. طيب قابلنا اوبريتور هنبشه هنا، قابلنا كاركتر هنموفه هنا، شفت؟ قابلنا اوبريتور هنحطه هنا، قابلنا كاركتر هنحطه هنا، قابلنا اوبريتور هنحطه هنا، قابلنا كاركتر هنحطه هنا، قابلنا مفيش نل، يعني خلصت بقى نهاية التيرمينيشن. هنعمل ايه؟ هنبوب هنبوب ونحط بالترتيب، يعني سلاش ستار بلس. سهلة، هي دي الفكرة العامة بتاع الالجوريزم. في ابسط من كده؟ بس الحقيقة هي مش بالشكل ده قوي. الله الله الله، ليه كده بقى؟ ما احنا فهمناها، هتلخبطنا ليه؟ لا، الاوبريتورز اما نيجي نبشها في الستاك لها كرايتيريا، لها كرايتيريا. ايه الكرايتيريا دي؟ ده اللي هشرحه على جنب. لما يكون معاك اوبريتور زي البلس، ماشي، وده اول مره يتحط او اي حاجه تانية تحطه عادي، اما تيجي تحط عليه تبش عليه اوبريتور تاني لازم تقارن، مش هتحطه على طول زي ما كنت بحط لك هنا. مش فاهمين حاجه؟ اقارن ايه؟ البريوريتي. ازاي؟ هو تاني واحد قابلني ستار، صح؟ ايوه مظبوط. الستار ده في الرانك او في جدول البريوتي اعلى من البلس ولا لا؟ ايوه، يبقى يتحط عليه. خلاص، شايف الجمله دي كويس قوي؟ عامل كده زي الضباط، مين اعلى رتبه من التاني؟ لواء ولا نقيب؟ طبعا اللواء اعلى. فايه؟ افتكروا الايه القرانيه بتاع فرعون مصر لما قال ايه؟ انا فوقهم لقاهرون، يعني انا قاعد فوق، انا ليا حكم مصر، انا ليا سلطان مصر، ليه؟ انا الملك والسلطان وانا اعلى من اي حد في مصر، تمام؟ فلما يبقى لما يبقى اوبريتور اعلى من اوبريتور تاني واحطه عليه مفيش مشكله. امال المشكله تيجي امتى؟ في حالتين. ايه هو الحالتين؟ العكس. العكس يعني ايه؟ يعني انا هنا عندي في الستاك بتاعي ستار في الاول صدفت كده وعايز ابش عليها بلس، ينفع؟ زي جالك في الفرح بتاعك، هجالك انت عندكم اي فرح او مناسبه في البيت، رتبتين او شخصين مهمين، حلو، بس مش في نفس الليفل. مش في نفس ايه الليفل؟ واحد اعلى من التاني. اللي جه الاول، اللي جه الاول اللي هو ايه؟ راجل مهم، وجي بعد منه راجل ايه؟ نص اهميه ومفيش كراسي. هينفع تقوم راجل المهم، شايف، ركز في الجمله، وتحط مكان كرسي راجل النص اهميه ولا اللي رتبه اقل؟ ما ينفعش. طب ايه الحل لما ما ينفعش؟ هقوم عامل بوب،
ركز بقى معايا للستار دي واحطها في المين، في البوست فيكس اكسبريشن. ايه ده ايه ده ايه ده، بفضي له مكان. اه وصلت الليله دي. طب والبلس احطها بقى على طول بعدها؟ لا لسه اعمل عمليه المقارنه تاني. ها انت بلس الحاجه اللي موجوده هنا، ها اعلى منك؟ اه اعلى مني، يبقى اقوم برضه رافعها ايه فوق هنا. طب لا ده اقل مني، لا خلاص يبقى انت اقعد فوقي وايه وبط اقعد فوقي. تمام اقعد انت ايه فوقي ماشي. طب لو ايه اللي يحصل؟ خلاص فهمنا في حاله الاعلى والاقل، لو تساوت الرتب، نقيب جه وعاوز يقعد مكان نقيب تاني برضه ما ينفعش. ليه؟ مش ده اللي جه الاول؟ ايوه هشيله من هنا اعمل له بوب واحطه هنا. يعني الخلاصه لو كان رتبه اعلى هيتحط عليه، لو كان رتبه اقل، لو كان الرانك بتاعه اقل خلاص، او كان متساويين في الرانك، يبقى ساعتها اذا تساوى في الرانك يبقى لازم برضو ايه ما احطوش عليه، لا احطه فين؟ اعمل له بوب واحطه في البوست فيكس اكسبريشن قبل ما احط الجديد ايه عليه. الحاله الوحيده الاوتوماتيك ابص وانا مغمض عيني، ها حاله فرعون، ان اللي هنا ده اعلى من اي واحد موجود، تساوت الرتبه او الكلام ده كله، يبقى لازم ابوب ده واقوم حاطه فين؟ في البوست فيكس اكسبريشن. وصلت؟ فدي الفكره العامه، هنوضحها اكتر هنا فين في الالجوريزم. بس طبعا في حاجات انا ما قلتهاش عشان ايه، تفاصيل صغيره مش ناسيها، لا عشان اخليك تركز فين في الكور بتاع الالجوريزم ده. الالجوريزم بيبقى عندك انفكس سترينج اهي، مثلا انفكس سترينج اي بلس بي، ناخد مثال. المطلوب احولها او اجيب البوست فيكس سترينج بتاعتك اللي هي ايه مش موجوده عندي. الالجوريزم اول حاجه بوش فتحه قوس اون ذا ستاك، ادي معايا الستاك اهو خلاص، هقوم حاطط مين؟ فتحه قوس، حطيتها ككاركتر او كسم. بعد كده وكمان ايه؟ اد قفله قوس فين؟ تو ذا اند اوف انفكس، فين الانفكس؟ اهي اقوم حاطط له قفله قوس. ايه ده انت ما قلتناش الكلام ده؟ ايوه انا قلت لك في الاول في حاجات ما قلتهاش. ليه؟ عشان مش مهمه قوي. طب ايه لازمه الفتحه والقفله؟ دول اللي بتشك بيهم نهايه وبدايه الاكسبريشن. حد فاهم حاجه؟ يعني انا لسه هعمل اكسبريشن جديد او احوله واقوم حاطط في الاستاك الفتحه بتاعته. طب انا اعرف منين انا خلصت الانفكس اكسبريشن؟ مفيش، بقوم حاطط في الانفكس نفسه ده تبع الالجوريزم قفله قوس. ماشي؟ ليه الكلام ده؟ هنشوفه قدام، خليك معايا للاخر. صعبة الحكاية دي دلوقتي؟ طيب اسكان انفكس سترينج، فين الانفكس اسكان؟ يعني امشي عليها كاركتر كاركتر خلاص، فروم ليفت تو رايت اند ريبيت الستبس من 3 ل 6. ما هي دي لوب بقى، هفضل اكرر الخطوات دي لمين؟ سوري لايتش اليمنت انتل ذا ستاك از امتي. يبقى مؤشر ان انا خلصت ان الستاك ده يفضى. الستاك ده ايه؟ يفضى. ازاي هيفضى؟ هنشوف. هتقول لي طب ما في فتحة قوس هتفضى ازاي؟ هنشوف هتفضى ازاي. ماشي. If an operand is encountered at it to the post fix. operand ده يعني ايه؟ يعني سيمبل زي ايه او بي او سي او دي، حطه في البوست فيكس. ماشي هنكون بقى اول حاجه لقيتها ايه؟ احطها هنا في الجمله دي، يبقى دي اول سيمبل. طيب لقيت بعد كده مين؟ بلس، هعمل ايه؟ احنا قلنا البلس اوبريتور هبوش، هقوم بعمل له في اي اوبريتورز تاني اعلى منه او اقل منه؟ هدول القوس، ما هو ده اوبريتور اه، بس فتحه القوس اي اوبريتور ان شاء الله البلس اللي هو اقل واحد يعتبر اعلى منه فيتحط عليه عادي. ماشي؟ وهنا كده دي تبقى ايه؟ الطب بتاع الستاك. طيب if an operand is counted and to add it to the post fix. طيب if a left parenthesis is encountered، يعني لو لقيت فتحه قوس بوش ات انتو ذا ستاك. ايه فتحه قوس دي؟ ما احنا حطيناها في الاول. اه افرض الاكسبريشن نفسه هنا كان فيه اقواس، فلو لقيت فتحه قوس حطها برضه معايا، ده عاوز يقول لك كده. طيب if an operator السيمبل ده اللي هو دايره وعليه فيه علامه فيه is encountered، ده معناه ايه؟ ان الاوبريتور اللي هو اكس كانه اكس، اكس ده مش معلوم بالنسبه لي، ممكن يبقى اد اديشن اللي هو البلس، مالتبليكيشن، الستار، ديفيجن، اي اوبريتور ممكن، فده معنى السيمبل ده. ماشي بقى لو لقيت بقى اوبريتور ريبيتدلي تكراريا بوب فروم ذا ستاك، اقعد بوب من الستاك اند اد تو، وضيف اللي انت بتبوبه للبوست فيكس ايه؟ سترينج. ماشي؟ اون ذا توب اوف ذا ستاك، ويتش هاز ذا سيم بريسيدنس اور
هاير بريسيدنس ذان اللي ده. بيقول لك لو تساوت الرتب او كان اعلى منه اللي موجود هنا اللي هو الاوبريتور، وانا جاي اضيف البوبريتور ده، افضل بوب وحط فين هنا. لكن انا ما عنديش الحاله دي، انا ما عنديش مين الحاله دي، دي كيس ايه. طب كيس بي، لا ما عندكش حاجه، ادي الاوبريتور ده تو ذا ستاك، ده اللي عملناه اللي هو البلس ده، خلاص ماشي. طيب اف لو انت بتسكان بقى هنا ولقيت بالانسيز كلوزد، اوبن اوبن كلوزد، اعمل ايه؟ احنا قلنا الاقواس دي حاجه من الاثنين، يبقى نهايه السترنج زي ما حاطين هنا، او ان اوريدي الاكسبريشن فيه اقواس فلقيت قوس مقفول، هفضل اعمل ايه؟ ابوب من الستاك ريبيتدلي، بوب من الستاك وتضيف على مين؟ على البوست فيكس اكسبريشن لحد اول قوس مفتوح، لحد اول قوس مفتوح ايه؟ هيقابلك. خلاص؟ يبقى انت كده تمام. ده بقى يفيدني في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. يبقى القوس المفتوح اللي حاطه هنا، خلاص؟ اللي حاطه هنا، اول ما هنا هقابل هنا القوس مقفول، هفضل ابوب ابوب ابوب، يبقى كده الاستاك هيبقى بتاعي يفضل. طب لقيت اكسبريشن في النص له فتحه وقفله، الفتحه هضيفها، اول ما اقابل القفله هفضل ابوب ابوب واحطه فين؟ في البوست فيكس اكسبريشن. يبقى كده ايه؟ انا برضو خلصت مين؟ الاكسبريشن بتاعي. طب نكمل. بعد البلس قابلني مين؟ بي. ايه مصير البي؟ احطها هنا، صح؟ طيب لقيت مين؟ قفله قوس. يقول لك اما تلاقي قفله قوس اعمل ايه؟ نتبع كده ريبيتدلي بوب، هفضل ابوب، مش بوبايه واحده، كذا بوب، واحط فين؟ واضيفها في البوست فيكس سبيشال، ابوب البلس حطها هنا، خلاص. في بعد كده فتحه مين؟ قوس، هبوبها اخرى ليه؟ هفضل ابوب انتل ليفت برانسيز اللي هو فتحه القوس دي تقابل، ساعتها الطب بتاع الاستاك هنا بكام؟ بماينس واحد اهي، ماشي. اللي بيحصل، اللي بيحصل فين 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 فين, فين. سكان، تفضل سكان في الام فيكس اكسبريشن ده من ليفت تو رايت اند ريبيت 3 ل 6 فور ايتش اليمنت اوف ذا انتل ذا ستاك از امتي، الستاك فاضي وفعلا كونت مين؟ البوست فيكس اكسبريشن بتاعي. صعبه الحكايه؟ لا سهل. طيب الناس اللي ما فهمتش حته الاقواس دي، ده بقى مثال لايف يوضحهم، مثال لايف يوضحهم. ده مثال اخر، اي بلس بي ستار سي بدل ما هو اي بي اللي انا كنت شغال عليه، وده مثال اخر اوريدي فيه اقواس، فنشوف نتريس كل واحده فيه. همشي من الشمال لليمين، دي الانفكس اكسبريشن. ده السيمبلز اللي هو بقى كاركتر كاركتر، بوست فيكس سترينج ده الفاينل اوتبوت اللي هو هنا كده، ده الاوتبوت النهائي اللي انا هحصل عليه. وده مين الستاك بتاعي برضه، ايه سوري يعني منيمه كده، المفروض تسموني كده وتحط مين السيمبلز عليه. هنقسم ونحط، ماشي. اول حاجه قابلني مين؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوبرن، يبقى المفروض احطه في البوست فيكس اكسبريشن. بس احنا نسينا خطوتين مهمين. اول حاجه في الستاك قلنا ايه؟ هبص فتحه قوس، صح؟ واحط في الاكسبريشن بتاعي ايه؟ قفلته، عشان هو ده النهايه بتاعتي. لقيت بعد كده اول حاجه مين؟ ايه؟ هعمل ايه في الايه؟ احطها في البوست فيكس اكسبريشن. لقيت مين؟ بلس. يا بلس ايه مصيرك؟ ها؟ في حاجه فوق منك هتتحطي اعلى؟ لا، البلس اعلى من فتحه القوس فتتحط عادي. لقيت مين؟ بي، حطها هنا فين؟ في البوست فيكس اكسبريشن. لقيت ستار، يا ستار ايه علاقتك بالبلس؟ اعلى منك في عم مصر؟ يبقى اتحط فوقك، اتحط عليك اهو، فبقى عندك اهو فتحه قوس بلس ستار. شوف انا هنا بس الحاجات دي نايمه، سوري في اللفظ، ماشي. بس انا بحاول ايه؟ اوقف لك الاستاك بتاعي، ماشي. طيب بعد كده قابلني مين؟ سي، احطه على السي. بعد كده قابلك مين؟ قفله قوس. ايه الالجوزم بيقول ايه؟ اما تلاقي قفله القوس افضل تبوب تبوب من الاستاك لحد مين؟ فتحه القوس اما تقابل، شيلها يا اخ. فاول حاجه ايه؟ يبقى انا عندي الوضع اهي الاكسبريشن A B C، اول بوبايه يبقى الستار تتحط هنا، تاني بوبايه البلس تتحط هنا، فتحه القوس دي هشيلها، بقى الاستاك ايه؟ الطب بتاعه بكام؟ وماينس واحد، يعني بقى امتي؟ هو ده الاكسبريشن يا جماعه النهائي، A B ستار بلس، ماشي. صعبه الحكايه؟ سهل. طيب ايه الاكسبريشن ده؟ هيفهمنا الحاله الثانيه اللي هو ايه اللي كان بيقول لك، لو وانت ماشي في السكه لقيت فتحه قوس حطها هنا فين؟ في الاستاك، واول ما تلاقي قفله قوس افضل بوب لحد اول فتحه قوس، اللي هو يعني عايز تقول ايه؟ لو الاكسبريشن نفسه فيه اقواس هنعمل ايه معاه؟ نفس الالجوريزم، ادي الاستاك فاضي اهو، اول خطوه فيه حط لي فتحة قوس فين؟ في الستاك،
وفي الانفيكس اكسبريشن حط لي قفله، ده غير الاقواس دي غير الاقواس الاساسيه، عشان كده ملونها لك ايه اللي تبع الالجوزم باللون الريد، اما اللي في اصل الاكسبريشن جاي بيه ها عامله لك بالبلاك. همشي من الشمال لليمين لقيت فتحه مين؟ قوس. فتحه قوس هحطها وفتحه القوس، انا عندي فتحتين قوس هنا، انا عاملهم لك هنا بالوان ايه، واحده ايه احمر والتانيه ايه اسود، بس الاستاك ايه سوري يعني بالجنب نايم كده. بعد كده ايه هتقوم حاططها فين؟ في السترنج، يبقى السترنج اللي انا مكونه اقوم حاطط ايه. بعد كده مين؟ بلس. بلس اعلى من الاقواس اعلى، يبقى اتحط عليهم فوقيهم ماشي. بعد كده بي، يبقى احطها في البوست فيكس سترنج. قفله قوس، الالجوريزم يقول لك ايه اول ما تلاقي ايه ها قفله افضل اعمل بوب لحد اول فتحه قوس تقابلك. بوب مين؟ بلس، يبقى هرزع البلس هنا، يبقى احنا كده ايه شطبنا ده. بعد كده لقيت مين؟ فتحه قوس، هشيلها. هشيل الفتحه الثانيه؟ لا، هو قال لحد اول فتحه مين؟ قوس. يبقى المكانين دول بقوا ايه فاضيين، المكانين دول بقوا فاضيين. لقيت بعد كده مين؟ ها لقيت ايه ستار. ستار تتحط هنا ايوه فوق مين؟ القوس المفتوح. لقيت سي هحطها فين؟ هنا. لقيت قفله قوس بيقول لك بوب كل اللي في ستاك لحد اول فتحه، فعندي الستاك بيشاور على ايه؟ على الستار، هبوب واحط هنا. لقيت فتحه قوس خلاص مش هحطها، وكده بقى الستاك ايه فاضي. يبقى الاكسبريشن ناي اي بي بلس سي ستار، اهو اي بي بلس سي ستار. اظن بالتريسنج ده فهمنا الالجوريزم قوي، اللي هو التحويل من انفكس لبوست فيكس، وفهمنا معلومه ظريفه جدا ان ده عكس التاني. الستاك الاولاني اللي هو بتاع البوست فيكس ايفالويشن كنت بحط فيه الارقام اللي هي الاوبرن، اما ده بحط فيه مين؟ الاوبريتور، بس الاوبريتور مش مفتوح بشروط. انت بوش الاوبريتور على طول مطمن لو اعلى في البريزدنس، يعني في بلس عندي في الستاك وهحط عليه ستار احطه، لكن لو تساوي او العكس هو اللي موجود يبقى ساعتها ايه حضرتك مضطر تعمل ايه؟ يبقى ساعتها حضرتك مضطر تبوب اللي في الستاك لحد ما وتحط فين؟ في البوست فيكس اكسبريشن على طول. تمام. طيب دي اكزامبلز تانية من انفكس البوست فيكس، بس بقى ايه والستاك معدول اهو شايفين. طبعا ده عشان نعبر عن الستاك از امتي مش اغري، بس انا بحب الرسمه دي كده تبقى بالشكل ده صح زي ما اتفقنا مع بعض. اول مره اهو ده الاكسبريشن، ده الاكسبريشن اوريدي اللي فيه اقواس. لا فتحه قوس حطها، لا ايه فحطها فين؟ في البوست فيكس اكسبريشن اهي. لا وشايف عامل لك التوب المره دي. بعد كده لا مين؟ بلس، فحطت ايه البلس. لا ايه بعد كده ها بي، انا ماشي من هنا لهنا يا جماعه عشان الناس لا مش واخده. لا البي حطها لك هنا ماشي، هو كده بيكون مين؟ البوست فيكس اكسبريشن. يبقى اول حاجه ايه وبعدها مين؟ بي، وبعد كده هنشوف. لا بعد كده مين؟ ها قفله قوس. ايه قفله القوس دي؟ بتقول لك ايه بوب لحد اول فتح، فراح باب وبقى الاكس فاضي فاضي وبقى اي بي ايه بلس. لا مين بعد كده؟ الستار، اي بوش الستار اهو بش الستار. لا بعد كده مين؟ فتحه قوس، اهو حاطط فتحه القوس في المره الثانيه. شوف اتا تايم بيعمل ايه رسمه واحده مش كله مع بعض. واحد يقول لك انا هفهم منين انك فاهم، فما اطلب منك انك تتريس حاجه زي كده وترسمها لي، تعملها لي ايه رسمه رسمه زي ما هو معموله كده خلاص اوكي. بعد كده لا ايه بعد فتحه القوس ها لا سيمبل سي، حط السي اهو حط السي هنا. بعد كده لا ايه ماينس ها اعلى بريزدنس من القوس ده فتتحط عليها ايه. لا بعد كده مين؟ الدي دي، فراح ضايفها فين؟ هنا خلاص. لا ايه بقى بعد كده اخر حاجه ها قفله القوس. بتقول ايه قفله القوس؟ بوب بوب كل اللي ايه اللي موجود لحد اول ايه فتحه، فيعمل ايه اي بوب الماينس ويحطها هناك. وبعد كده مين؟ الستار في الاخر هيضيفها، فبقى ده مين؟ الاكسبريشن الفاينل. تمام. صعبه الحكايه؟ سهله. ثانك يو لحضراتكم، ويا رب تكون الدنيا بقت بسيطه وسهله وواضحه وكلير في التحويلات ديت، وكدايركت اكزامبل على ابلكيشنز اوف ذا ستاك. ان شاء الله المره الجايه نتكلم على الكيو. شكرا لحضراتكم.